تحت شمس أسوان الدافئة أقيمت احتفالية الوفاء بالوعد لتسليم التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة. بدأت بعرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ إنشاء السد العالي الذي يعد تجسيدا لإرادة الشعب المصري وكفاحه من أجل بناء الوطن. حضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ولفيف من الوزراء، حيث أكد مدبولي على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر. ولقد تجسد هذا الاهتمام في إنشاء هيئة تنمية الصعيد بالقانون رقم 157 لسنة 2018 لتستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بمشاركة أهلها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وتنفذ في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. الذي نراه لهو تأكيد على أن الاهتمام بصعيد مصر أضحى واقعاً يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يوماً بعد يوم. لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة. كما أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن ما أنجزته اللجنة الوطنية لصرف التعويضات جاء بدعم قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندة الحكومة، وجاء توزيع مستحق التعويضات وفقا لرغباتهم على النحو التالي: عدد 2009 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم الأراضي المقام عليها مساكنهم، عدد 187 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتقرير حق انتفاع لهم بأراضي طرح النهر، عدد 198 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكل مستحق، عدد 2020 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة، عدد 1680 مستحقا تقرر تعويضهم نقدا ممن فقدوا أراض أو مساكن، وقد بلغ إجمالي التعويضات النقدية 302 مليون و55 ألف 902 جنيها. وفي نهاية الاحتفالية تم تسليم عقود تمليك الأراضي والوحدات السكنية وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وأوامر دفع التعويضات النقدية للمستحقين للتعويض. احتفالية تؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، وذلك بزيادة معدلات التنمية والاستجابة لمتطلبات أبنائه في محافظاته المختلفة، وخاصة أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية ومهد الحضارة وقبلة السياحة. من مدينة أسوان، أحمد أبو الحسن،